حضرتك بيكون تتبرعك اكثر في الا فنان استعراضي عن شو مان فنان فنان استرامي استرامي كم يحسروك في الفن الاستعراضك هاو والله ساعات مثلا عملت حفلة مرة ما تحركتش يا سلام انا كنت متسلطة وناس شيخ وكل شيء جيت من حفلة مش بيك بعد فيك استنسوا بيك استنسوا بيك يعني متحرك الفن الاستعراضي في تونس سمحني رشدي اني انا لامبرسيون كفنانين يعتبروا رواحهم يصنفوا رواحهم وحدهم كفنانين نساء ولا رجال ساعات نحسوا اللي ما يلقاش صوته كان فنان استعراضي لا بالعكس الفنان الاستعراضي الناس يلزموا الفنان الاستعراضي عنده مكان صوت يتحرك ومن طاير يعرف كي شيخ النفس بالعكس من اصعب فرق هم الفنان الاستعراضي عندنا فنانين استعراضيين في تونس موجودين كان نعترفوا بهم ونقولوا تيان موجودين اما خذاهم الاستعراض كان حاجه اخرى من الاستعراض نو شنو خذاهم الاستعراض؟ فما ما نقولكش فما اما يلزم برشا خدمه برشا تحسينات معناتها في تونس فريمون فما اما ولات كلموذة فهمتني واحد يتابع فوالا كيك شوز كي مارش سا مارشي على رشدي علوان على تو الموند ولا يحب نقول لك توبر جي 12 ويحب مستعرضي تو في تونس في تونس مطلوبين فين في الحفلات الخاصه اسمع التونسي بطبيعته يحب الفرجه يحب الفرجه والفرجه تبدا مدروسه ياسر بها حلوه يعني وكتبها مش مدروسه ومعموله كذا والناس برك اذكى من شعب التونسي ما فهمناش ده هو بيجي يصنف يقول لك هذا ايه وهذا لا وهذا وهذا هو يقلد وهذا لا تونس تعرف يعني انا مثلا ساعات قلت ملك قلت انا نحب الالقاب ولا انا ولا حتى الناس هي اللي تصنف وكون صادق في خدمتك الناس تحبك فماش علاش استعراض ولا مطرب ولا ممثل ولا الناس تبارك نشوفوك حفلات خاصة حفلات عامة صحيت نشوفوا بيرسوناليتي اخرى ماذا مش رشدي توا اللي قاعد قدامنا عاقل حشيم هكا يحكي بشويه وكل من بعد تطلع سيغ سين تتبدل منه الكل